شعبان هل علينا هل علينا شعبان هل علينا أنوار من علينا شعبان هل علينا أنوار من علينا أعيان هاشمية أنوار حياكم الله مشاهدينا ومشاهدي قناة المهدي الفضائية. اهلا وسهلا بكم مره اخرى وعلى المعتاد والاستمراريه من برنامجكم افراح شعبانيه اللي يوميا نقدمه على البث المباشر من على قناتكم قناه المهدي الفضائيه بذكرى ولاده الاقمار المحمديه، ونحن واياكم بصدد ذكرى ولاده منقذ البشريه الامام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فاهلا وسهلا بكم بهذه الحلقه الجديده، كما أرحب أيضا بضيوفي الكرام ابتداء من على يمينكم الملة عمار الساعدي القادم إلينا من مقام السيدة زينب. أهلا وسهلا بكم ملة، ونورتنا وشرفتنا اليوم. أهلا وسهلا بكم وأسعد الله أيامنا وأيامكم بولادة سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. نسأل الله بحق صاحب الزمان تعجيل الفرج يسير الأمور قضاء الحواء إن شاء الله، وسعيد بوجودي وياكم ان شاء الله. اهلا وسهلا كنا الاستاذ الشاعر حبيبي. اهلا اهلا بك، نورتنا وحقيقه فرحتنا بجيتك اليوم. الله يحفظكم. اهلا وسهلا بك، حياك الله حياك الله. ايضا ارحب بضيفي من على يميني الشاعر احسان الزيادي. اهلا وسهلا بك شاعرنا ومتبارك بهذه الولادات الميمونه. حبيبي استاذ مصطفى، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه واتم التسليم على الحبيب محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نهنئ العالم الإسلامي ومراجعنا العظام وخدمة أهل البيت جميعا بهذا الولادات الميمونة، سائلين المولى عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالأمن والأمان إن شاء الله. شكرا لكرم الدعوة وشكرا لحفاوة الاستقبال حبيبي أستاذ مصطفى والمصورين، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بك، حياك الله حبيبي أستاذ. حياكم الله. شلونك ملة؟ ما تعبانة من السفر؟ الحمد لله الحمد لله. شلون شفت الاجواء بكربلاء اول ما دخلت؟ والله انا تقريبا الشعبانيه صار لي 7 سنوات ما حاضر، فاجواء ما شاء الله كربلاء مزدهره، يعني اعلام الفرح باسم صاحب الزمان موجوده. نعم. ان شاء الله، وبجوار المولى ابو عبد الله بعد هي معروفه الشعبانيه، هي الاجواء الاولى والحقيقيه نقول مو؟ اي اكيد. أي. اكيد ان شاء الله بخيمه الحسين سلام. اهلا وسهلا بك فضل العباس، حياك الله. شلون شفت الاجواء ملة؟ رادنا حبيبي حبيبي استاذ مصطفى الشاعر ذاك شاعري حبيبي استاذ مصطفى. اكو مقوله لفيلسوف ومحامي اردني من ابناء العامه يقول بكيت الحسين حتى قادني جرح النازف الى التشيع. فعلا الامام الحسين هو عبره وعبره، فاكيد الاجواء روحانيه، اجواء لاطمئنانيه للروح وللقلب، فاكيد اجواء حسينيه بعد. حياك الله، اهلا وسهلا بك. طبعا بما انه هي هاي الاجواء كلها فرحه مو؟ وما حد عنده اعتراض على هذا الشيء؟ اكيد كلش طبيعي. احنا لين قبل لا نبدا الحلقه اكو فد موضوع يعني طرقنا الى كل جميل، احنا نريد يعني نطرق على المشاهدين. قلنا نوبات حتى بايام الفرح ولادات اهل البيت عليهم السلام اكو دمعه تنزل مو؟ اكيد. نوبات هاي الدمعه لما تنزل اللي شاهدها يظن انه دمعه حزن، يقول لك انه طبعا مو افراح ليش دي يحزنون؟ شلون ترجموا لي هذه الدمعه؟ ابتدي منك مله. هي طبعا بالنسبه الى مولاي صاحب الزمان عز الله تعالى فرج الشريف، هي دائما تكون هي دمعه الندبه او دمعه الانتظار او دمعه الشكوى، شكوى الحال. فهي يعني علاقه الانسان بامام زمانه او نعم. علاقه الانسان بالائمه الاطهار هي علاقة أبوية. الإنسان شلون لما يشوف أبوه والدينه يعني بلي بلي تبدي بلي. تبدي الشكوى عنده، يبث اللي الهضمة اللي يمه نقول، فهاي الهضمة بيها دمع خصوصا إذا كانت يم أحد الأئمة. فهي كيف إذا صارت بيد صاحب الزمان إمام زماننا اللي بوجوده إن شاء الله. حسنت ترفع حسنت. راية الله يبارك فيك. حسنت شلون تفسر لي هاي الدمع خاصة بأيام الفرح؟ يعني أكيد أستاذ مصطفى مثل ما تفضل زميلي مولى، الدمعة هي من باب الندبة، أكيد هي من باب الشكوى. الإنسان يترجم حزنه أو يترجم مشاكل الداخلية اللي ما يقدر يطرقها للإنسان المقابل، يترجمها
أو من خلال كلامه للإمام عجل الله فرجه الشريف. فمن هذا الباب هي تكون ندبة نقدر نقول. إن شاء الله نقول دموعكم كلها أفراح. إن شاء الله. إن شاء الله. من باب يعني القادمون أو لا نقول ها. فعلا. إحنا اليوم إحنا نرحب به. ضيوفنا. إيه. فإحنا شنو نقول له؟ أنت تبتدئ بالثواب إلك أول مرة. الله يحفظك. فش راح سمعنا؟ لا تسألوا خد السماء أين القمر، لا تسألوا خد السماء أين القمر، فالغيب آخره إلى حين السهر، إلى حين السحار سيشع نور الله بين عباده بشرا ولكن فوق إدراك البشر. الله. حملت مليك بمليك الأرض الذي لولاه ما حجر يظل على حجر، عجبا أما شعرت بثقل جنينها وعصارة الثقلين فيها تعصر، هو من غدا يقف المسيح وراءه، مولاي هو من غدا يقف المسيح وراءه، ولذا على أم المسيح لها الفخر، ما السر في الأكوان دثرها الضياء، وكان أمرا من ذر العلا صدر، يا أحمد اهبط، يا علي المرتضى، يا فاطم الزهراء، ويا كل الغرار، حي الإمام العسكري فنرجس، حي الإمام العسكري فنرجس، ولدت له قمر الإمام المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت ملا، أحسنت. هذه الكلمات إلى خادم الحسين علي عسيلي العامل. أحسنت. سلة تحية غداً من جوار المولى أبا. أحسنت أحسنت. تحية إلى طبعا أكيد. إن شاء الله. غدا يقف المسيح وراءه. تتشوق أنه أنت تقف وراء إمام صاحب العصر والزمان؟ والله شوف أستاذ مصطفى، أنا دائما كل جمعة عندي دعاء ندبة في حرم السيدة رقية سلام الله. والآن انتقل إلى حرم السيدة زينب. بلي. فدائما لما أنشر إعلان الدعاء أكتب موعد العشق. الله. هذا العنوان؟ هذا العنوان. أي. حان موعد العشق. ف يعني لهفة اللقاء ويا المحبوب ويا العاشق شلون راح تصير؟ فسلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، جعلنا الله وإياكم إن شاء الله أنصاره وأعوانه وتحت لوائه إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك. ها شاعرنا حبيبي. حبيبي أستاذ مصطفى. منين تبدي أنت براحتك؟ أنا أبدي مقطوعة للإمام ومن ثم إلى سيد البلغاء علي بن أبي طالب عليه السلام. أقول يا أبو صالح لي الفرقاك مطويل، سيدي بعافيتي من ينزل صعب، بي لهفة لشوفتك لهفة ضرير يبيع كل شو يشتري النظرة بدروب، الله بجاذبيتي لشخصك نيوتني يحير، صرت مو بعيون أشوفك بالقلوب، الله. ومن ثم أقول على ضحكة سمار وجوه وادم تستحي من الله، السياسي الحفظ صيت الدين شي ما باق من صلى الله، على ذكرك خبز وبطون تشبع من يمر صيته، أو صورك حرز عن الجوع للي يعلقهن ببيته، الله الله. على ذكرك خبز وبطون تشبع من يمر صيته، أو صورك حرز عن الجوع للي يعلقهن ببيته، الله. على الفطرة حبيته، على بخبز مشميته، الله الله. على الفطرة حبيته، على بخبز مشميته،
علي بقد ما يجمع ايتام شوف ايش كم يتيم يطيح داين كثا خاشيته. الله علي على الفطرة حبيته، علي بخبز مشميته، علي بقد ما يجمع ايتام شوف ايش كم يتيم يطيح داين كثا خاشيته. الله ولان ينطل سرادي بالنجف قمره، علي الهذا ازدحام قبور يم قبره. الله ولان ينطل لان ينطل سرادي بالنجف قمره، علي الهذا ازدحام قبور يم قبره، علي بجفوف طق فرقاس من قد ما يدق بيبان للفقره. الله 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 الى ان ينطل سرادي بالنجف قمره، علي الهذا ازدحام قبور يم قبره، علي بجفوف طق فرقاس من قد ما يدق بيبان للفقره، علي من يلبس بدينار يلبس انبر بعشره. الله ولان ينطل سرادي بالنجف قمره، علي الهذا ازدحام قبور يم قبره، علي من يلبس بدينار يلبس قنبر بعشرة، علي تعب الأقلام الرادة تتلمه، علي طهر مسامع جيل من ينجاب حرف اسمه. صلى الله 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب الله فاز، حسيتك تريد تقول له كلمة. لا ها الله يبارك فيك. الله يستر عليك حبيبي. حبيته على الفطرة فعلا. أريد جواب على الفطرة من عندك، هذا الحب شلون توصفه إليه؟ أكيد هو عشق إلهي، هو عشق قبل ما يكون هو اليوم التعبير المجازي تقدر تقول أنت على الفطرة، وإنما هو إدراك لهذه الشخصية ومعرفة لهذه الشخصية الكونية للإمام علي. نعم. فعلا أكو معرفة لهذا الإمام، وأكو اليوم ما تحب إنسان إذا ما عندك كل أولا مكتمل كل نضوجك العقلي طبعاً اتجاهه طبعاً. ثاني شيء هذا الشخصية يشوف بيها يعني ما اشوفها بغيره، وهذا فمن هذا النضوج ضروره حتى يكون اكو استيعاب فعلا. وتعرف هاي الشخصيه المقابلك جاي تتعامل وياها بالعشق، اليوم هم مسؤوليه طبعًا. فانت لازم هاي الشخصيه جاي تتعامل وياها بالعشق ولا تتعامل وياها بالحب، فتعرف هاي الشخصيه يكون عن وعي عن ادراك شنو قدمتها للعالم. احسنت. اي فمن أحسن. هذا الله يبارك فيك حبيبي شاعرنا الغالي. هامله يلا جاهز يلا والبهواك تغنى يا عطر الجنة، بهواك تغنى يا عطر الجنة، يا عطر الجنة بهواك تغنى يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابو صالح، مغرمك سيدي ودم غرامك يجري بيه. الله انتظر عالدروب صاحب الطلعة البهية. الله وانسئل ما اجا يوسف الزهرة الزكية. وانسئل ما اجا يوسف الزهرة الزكية. اتامل وتوسل ما اندل انت بيا مكان. الله دليني تدريني تعذيني طعنات الزمان. دليني تدريني تعذيني طعنات الزمان. ترد اتمنى يا عطر الجنة، يا عطر الجنة بهواك تغنى يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابو صالح. يا ضوى كل فجر انتظر غرة ضيائك. الله. دنيتي مظلمة سيدي بحاجة سنائك. نلتقي بيا وكيت يا الحبيب بكربلائك. نلتقي بيا وكيت يا الحبيب بكربلائك. نوماسك وحساسك وانفاسك اترس ريتي. الله. والزهرة بالحضرة من نظرة تضحك دنيتي. نوماسك وحساسك وانفاسك اترس ريتي. والزهرة بالحضرة من نظرة تضحك دنيتي. اي اريد اتهنى يا عطر الجنة، اريد اتهنى يا عطر الجنة، يا عطر الجنة بهواك تغنى يا ابو صالح يا ابو صالح
يا ابو صالح يا ابو صالح الله همستك يا عذب من الجنان احلى رساله همستك يا عذب من الجنان احلى رساله يا نجه لو وقع يغازل الجور وجماله بسمتك بسمله من لدن رب الجلاله يا راقي وبوراقي واحداقي كاتب قصتي يا راقي بوراقي واحداقي كاتب قصتي مجنونك وعيونك من دونك تصعب حالتي يا غرامك جنة يا عطر الجنة يا عطر الجنة بهواك تغنى يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابو صالح يا عطر الجنة الى الموفق حيدر تركي كربلاء احسنت الله احسنت يوفقك ابو صالح ان شاء الله الله يسلمك يحفظكم ملا شلون توصل لي صوره عن اقامه الولادات هناك قرب السيده زينب او السيده رقيه عليهم السلام طبعا هو احنا المعروف عاده الحسينيات تقيم الاحتفالات ايضا في العتبه الزينبيه وفي حرم السيده رقيه ايضا هم يعملون احتفال مركزي يدعون من خطباء من رواديد من خارج سوريا ايضا فتعم الافراح رغم معاناه البلد رغم معاناه العالم وهو اكثر تجمع في السيده زينب صار يعني للموالين الشيعة فالافراح تعم يعني بالحسينيات عاده العراقيين تركوا اخواننا العراقيين اهلنا وناسنا اللي كانوا عايشين بسوريا المقيمين في الزمن السابق تركوا طباع حسيني وشعائري نقدر نقول عليه هذا ارث اي ارث بالمنطقه كبير نعم من حسينيات من مواكب فهاي البصمه لحد الان تمشي اي من الاخوه اللي قائمين سواء سوريين سواء عراقيين سواء اخوه افغانيين من خدم السيده زينب بلي السيده زينب تجمع هوايه من الجنسيات نعم هي منطقه يعني نقول ككربلاء تلم فعلا فعلا تلم الناس تلم الموالي طيب شلون مثل ما ذكرت انه اكو صعوبات مر عليكم نعم. شلون من خلال هالصعوبات هاي قدرتوا تستمرون تقدمون هل اللي تقدرون عليه والله شوف استاذ مصطفى احنا طبعا هناك عندنا مكاتب مرجعيه بلي يحفظهم جميعا يقومون هاي المجالس يقومون هذه الاحتفالات كدعم بأماكنهم يعني نعم عند مكتب السيد السيستاني حفظه الله مكتب السيد الشيرازي مكتب السيد المدرسي مكتب السيد الحكيم ما شاء الله جميع المراجع يقيمون في أماكنهم هذه المهرجانات والاحتفالات بلي. بالإضافة إلى هدايا بالنسبة للهيئات والمواكب البعض يحييها البعض لا ما يحييها يعني يأجلها إلى حسب لأن هناك عندنا احنا دعم الهيئات والمواكب دعم خاص يكون بلي يعني ذاتي أكثر ذاتي وأكثر من أيادي الخير للناس أكو تعطش هناك لهذه المناسبات لذلك لما تجي شهادة السيدة زينب بلي وتجي مواكبنا ومجالسنا من العراق نعم تجي تحيي هاي المناسبة تشوف منطقة السيدة زينب بل الشام بلي تنتعش انتعاش فعلا شاهدناها احنا شاهدناها نعم من الأخوة القائمين على الخدمة والطبخ من الرواديد والشعراء الخطباء بلي الأساتذة يعني العلماء أيضا هذول كلها بصمة تصير في منطقة سيدة زين أحسن هي فقدت هذه نعم. فقدت هذه الأمور إلا في هذه المناسبة تنحي يعني. فعلا فعلا شاهدنا هذا الشيء احنا وشفنا يعني ما شاء الله لما تكون هذه المناسبات تعجب الناس يعني من وإلى يصير التحول عجيب سبحان الله هي شلون هنا نقول الأربعينية كانت العالم تنتظر بله بلي بلي هسه صارت العالم في منطقة السيدة زينب تحسب إلى متى تجي شهادة السيدة فعلا زينب فعلا صحيح صحيح الله يبارك بك إن شاء الله مستمرين على هذه الخدمة إن شاء الله بإذن الله يحفظك بإذن الله ها حبيبي شعرنا شو راح تسمعنا بعد أنا خلاص الله يسلمك يلا براحتك أنت أسمعكم إلى من أرضعتنا عشق الحسين وعشق أهل البيت عليهم السلام هي الأم أقول راس أم الشباك وعلك شيلتها وبحضرة أمش قد شف الجوع يزور تترس خلقنا بكلمة الله يجويك ترست لها تلقاع من شف ناعور بعصابة أمي يبوس شقد فراش شي تصبغ عصابة حطين بعاشور الله الله راس أمي
راس ام شباك وعلك شيلتها وبحضرة امش قدش في الجوع يزور تترس خلقنا بكلمة الله يجويك ترست لها تلقاع من شف ناعور بعصابة امي بوس شقد فراش شي تصبغ عصابتها طين بعاشور بكارو كوت ناغيلي بالآية حسين وعد حدي للول بشعر من منظور الله يبكارو كوت ناغيلي بالآية حسين وعد هدي للول بشعر من منظور متكحله برماد الخيم عين وعين يترسها دخان المواكب وتنور امي متكحله برماد الخيم عين وعين يترسها دخان المواكب وتنور امي من جوع السيل دمعتها طحين وساع البريد من الخبز للتنور الله اي امي من جوع السيل دمعتها طحين وساع البريد من الخبز للتنور لو انت شي بجلدها الحيطان والحائط لونتها شيبات فطور امي من جوع السيل دمعتها طحين وساع البريد من الخبز للتنور لو انت شي بجلدها الحيطان والحائط لونتها شيبات فطور ام السياس السايس افراد البيت مش السياس الباقي صابع نفسه الله اي ام السياس السايس افراد البيت موش السياسي الباقي صابعنا بزور من تدعي تخنق رية كم شيطان أمه بصلاة الليل ويرد مكسور الله اي من تدعي تخنق رية كم شيطان أمه بصلاة الليل ويرد مكسور لا مو سفينة وتقبل بأي ملاح ولا قصبة شينة ونامت بحضن يهور شي يعرف الجنة بجدم أمه تكون يبن بطرف رجليها عشان عصفور الله 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 يخلي لك الحجيه ويحفظها ان شاء الله. مصطفى وانا اهداء الى جميع امهاتنا. الله يحفظك، زين ما اختاريت، الله يحفظك. والبدايه كانت لطيفه لما انت قلت انه نبدي من اللي اعطتنا او غذتنا حب الامام الحسين عليه السلام. فعلا الوالده اليوم هي مثل ما نقول احنا المحطه الرئيسيه على توجه ابنها او ولدها، شي يكون مثل شي يكون توجه الام راح يكون طبعا. اي لان بعد حب الإمام الحسين هو مثل ما بدينا قلنا على الفطرة أو قلنا عن وعي ودراية، فالأم إذا كانت واعية على هذا الطريق أو فراح تجذب ابنها لهذا الطريق. فعلا صحيح. والعكس بعد. الله يبارك فيك. شاعرنا حبيبي أريدك شوية تنطيني في التفاصيل عن الارتباط بين الشاعر والرادود وشون يتم تجهيز هذه القصائد بهذه المناسبات اللي كانت مفرحة أو محزنة. أكيد أستاذ مصطفى، هم مثل ما نقول إحنا أنا أعتبر رأيي شخصي أقول الرادود نصف الشاعر. شلون نصف الشاعر؟ إيه يعني أنا أعرف مثل رواديد زملائي مع يعني تحياتي لهم نتواصل وياهم عدة مثل وزن أو عدة مثل ما عفوا نقول مثل لحن بني. أريد أكتب له على هذا اللحن، اريد هاي المفرده، اريد هاي الشيء. فايش مرات اكو شغلات من تنتبه لها، شوف الرادود كملك كمل القصيده. زين القصيده احنا اليوم مثل ما نقول النصف هي وكذلك الرادود هم نصف الشاعر. فعلا الشاعر مفرده ارتباط هذا الارتباط يكون من خلال مثلا اللحن. اليوم اكثر قصائد اليوم اللحن صعده والملا يعرف يجوز يشاطرنا الري اللحن مال القصيده. في اليوم انا شخصيا عن نفسي الا يجيني لحن واللحن يعجبني ويجذبني راح اكتب كذلك الاداء راح اكتبه بطريقه مثل ما نقول احنا محببه بلي. اي فيكون التعاون من خلال اللحن اللي ينطي الرادود والمفرده اللي ينتجها الشاعر. زين بما انه الرادود نصف الشاعر او الشاعر نصف الرادود، انتم اثنينكم هسه اتفقتوا على هذا الموضوع، ممكن الشاعر يكون رادود او ممكن الرادود يكون شاعر؟ ابدا منك ولا ممكن الرادود يصير شاعر؟ اها بس الشاعر اذا ما يمتلك صوت ما يقدر يصير رادود. فعلا الرادود انا اتذكر ايام الدراسه كان عندنا استاذ لغه عربيه بني قال هو هذا قانون بالشعر، من حفظ الف بيت شعر كان شاعر الف بيت الف بيت. زين فالرادود من كثر قراءاته بامكانه يعني بس مو ما يقدر يصيغ قصيده مثل ما يصيغها شاعر. صح. اختصاص يعني الموضوع يتوقف على الصوت. الصوت اي ما يمتلك صوت ما يقدر. زين يعني هنا هسه شاعر يمكن يدندن مو دندن شويه يدندن اكيد يعني يدندن مرات تجي لحن يدندن فيه بس ما يقدر يعني يحتاج له نبره صوت يحتاج له حنجره اي خاصيه هاي ها خاصيه يحتاج لها ضبط للمقامات والملا يعرف
مقامات هاي اليوم الملة يعرف يعني القصيدة مثلا بهذا المقام ما اجت غير مقام تجي افضل فعلى الامور يعرفوها هم. احنا من باب الدندنة وصوت العذب خلينا نسمع بعد من الملة خادم الله يسلمك حبيبي. طبعا هاي القصيدة الى خادم الحسين كرار حسين الكربلاء. حسنت الله يحفظه ان شاء الله. وجهك احلى من القمر سيدي المنتظر وجهك احلى من القمر سيدي المنتظر يا هلا بانوارك مهدينا يا الغالي بالوفا نادينا يا الوالي يا الوالي كل محب نادى لك ما غيرك يا حلالي تعلقت بجفوفك يا الغايب آمالي مولدك يحلى السهر سيدي المنتظر وجهك أحلى من القمر سيدي المنتظر وجهك أحلى من القمر سيدي المنتظر أنت كل أمنيتي يا الغيرك ما عندي يا ضوء يضوي كل الدنيا ضي فجرك من يبدي انت كل امنيتي يا الغيرك ما عندي يضوي كل الدنيا ضي فجرك من يبدي يا الخذت كل عمري وكل حبي وكل ودي بانتظارك روحي يا مهدي يا مهدي بانتظارك روحي يا مهدي يا مهدي كل شي للطلع انتظر سيدي المنتظر وجهك احلى من القمر سيدي المنتظر سيدي المنتظر ما سمعت الوادم بمحبتك لاموني انت تهمني والناس ما يهموني انت تهمني والناس ما يهموني شايلك بعيوني بعيوني وبعيوني انا ظل مجنونك واتباهى بجنوني ما يغيرني الدهر سيدي المنتظر ما يغيرني الدهر سيدي المنتظر سيدي يا ليلة ميلادك محلاها سيدي يا ليلة ميلادك محلاها ظلمة الدنيا بس نورك ضواها ظلمة الدنيا بس نورك ضواها خادمك واتباها 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 والحياة بدونك مولاي ما ردناها يا أعز من النظر سيدي المنتظر وجهك أحلى من القمر سيدي المنتظر أحسنت أحسنت إن شاء الله. حركة الكادر بعد هذا صوت العذب اللي كنا نتكلم عنه فعلا هسه من صوت العذب ننتقل الى الكلمات المباركه الاستاذ احسان حبيبي خادم الاستاذ مصطفى مثل ما نوهت البدايه قلت انا اكثر قصائدي هي فيها حصه الاكبر للسيده زينب عليها السلام عليها الصلاه والسلام فاقول هي رساله اقول نحر بصوت ثوره إن الإمام الحسين كل إحنا متفقين هو عبرة وعبرة أقول نحر بي صوت ثورة ودم يكع بالسيف وعبا تمشي برسالة من الخيم للشام نحر بي صوت ثورة ودم يكع بالسيف وعبا تمشي برسالة من الخيم للشام بتاريخ متن بس مو لضرب الصوت ولا للكشفه فوق الورق بقلام بتاريخك متن بس مو لضرب الصوت ولا للكشفه فوق الورق بقدام تسيورة ندى جفوفك لكل مصباح مو مالت عقد وابهام يم ابهام اي تسيورة ندى جفوفك لكل مصباح مو مالت عقد وابهام يم ابهام حدر اجدامك يطق سنبل من القاع بخيام الشمر لو دست عن برقام الله الله إيه تسيورة ندى جفوفك لكل مصباح مو مالت عقد وابهام يم ابهام حدر اجدامك يطق سنبل من القاع بخيام الشمر لو دست عن برقام شافت طولك وكزبر جلدها الخيل من اللي يوصل لك وروس اخوتك قدام الله الله شافت طولك وكزبر جلدها الخيل
من اللي يوصل لك وروس اخوتك قدامي الجيش قبال اخوك يضيع نايب ماي كم ضيعت وجه مطلوب جول ثاني الله الجيش قبال اخوك يضيع نايب ماي كان ضيعت وجه مطلوب جو الثام وترى جفوف الهوى اللوناك ثات القاع عظم القلجتكم بالمحيط عظام الله وترى جفوف الهوى لوناك ثات القاع عظم القلجتكم بالمحيط عظام اللي يشرد ما يتبعه وبالخيم نسوان لا ينزع مثل جده ويطلع شظام الله 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 ترى الله عليكم الله وترى جفوف الهوى لوناك ثات القاع كان يلقى الجثثهم بالمحيط عظام اللي يشرد ما يتبعه وبالخيم نسوان لا ينزع مثل جده ويطلع عظام على صدر التل وقف جم زحمه يا اخت حسين طبعا هاي مناسبه من مسوين مسلسل معاويه فاقول اللي يشرد ما يتبعه وبالخيم نسوان لا ينزع مثل جده ويطلع عظام على صدر التل وقف جم زحمه يا اخت حسين مثل ما وقفت بصدر الحسين اسهام زينب نعمة الله وتنكتب بحبال قرآن ووقع يمديره موش اسلام قرآن ووقع يمديره موش الله اسلام احسنت احسنت شعرنا حبيب الله يبارك فيك ويوفقك ان شاء الله تذكرت هذا الموضوع احنا ما نريد نذكره طبعا لعدم اهميته فعلا زين اللي ما عنده تاريخ ما يقدر يقدم شيء واحنا هذا الشيء اصلا يعني حتى ما ننظر له يعني فعلا استاذ مصطفى بس احنا الشعراء اصحاب رساله فلازم يكون رسالتنا يعني تكون واعية ورسالتنا تكون مهذبة فهذا الشيء لازم ننوع عنه اليوم أنت الخطيب بالخطابة يقدر يوجه هذا الشيء ويقدر يدافع عنه الشاعر بالكلمة الرادود بالقصيدة فأني بما أنه شاعر فأنا مسؤوليتي لازم أعرج لهذا الموضوع أكيد أكيد طبعا بس هذا هو للتأكيد يعني أقول لك هو ما يقدمون ما تجي الأفكار فعلا ما راح يقدر يخالطون بالتاريخ لا 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 ماكو ما ماكو ما يقدرون احنا موجودين بعد ها؟ أكيد احنا موجودين وواقفين احنا عندنا طبعا فقرة بالبرنامج فقرات والله يا مو اذا لحقنا يعني ان شاء الله كلها نطرقين استاذ مصطفى انت فقراتك تخوف لا 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 هسه احنا بولادات يعني ما عندنا شيء واحده من الفقرات اللي هي طبعا جدا ايجابيه تعرف كثير من الناس ما تقدر انه تجي تزور تتشرف زياره الامام الحسين اخيه بالفضل العباس وانتم اليوم هنا موجودين واكيد زرتوا وسبحان الله اللي رزقكم هذه الزياره الحمد لله نريد نهدي فت قصيده من جنابك وابيات من جنابك شاعرنا للي ما قدروا يوصلوا لهنا كهدية لهم إن شاء الله وهديتك راح تكون جهتك هناك وهدية الشاعر لأهل العراق تمام خلينا نقاسمها خادم لخدام الحسين كلهم الله يسلمك الله يحفظك تحياتي لكل هيئات المواكب وخدمة الحسين فهي راح تكون هدية لهم طبعا إن شاء الله أي. إن شاء الله هاي أحد القصائد سبحان الله هم قبل شوي قرأتها في احتفال أها كان كل قلبي بكربلة تشهد للسماء وتنفس هوا من صحن الحسين قلبي بكربلة تشهد للسماء وتنفس هوا من صحن الحسين من صحن الحسين إيه قالوا لي بسك بالغيت شال حب البيت تغنى معذبتنا بهالعشيق شو سولفنا عنه سولف ملا قلت لهم أنا هو شخص ويحلى من الجنة شما حبه الله شما حبه ودنا إليه العرش الجليل الدنة شما حبه ودنا إليه العرش الجليل الدنة مو سر وخفاء تشهد للسماء وتنفس هوا من صحن الحسين من صحن الحسين قلبي بكربلاء تشهد للسماء وتنفس هوا من صحن الحسين من صحن الله قالوا لي حبك بينحس نبرة فكر رجعية ليش وقت تبقى منطوي وعايش بهالعقلية قلت لهم الحب للذي يتفايض إنسانية والقلب صخرة مو بشر شو معرفة بالحنية اي والله والقلب صخرة مو بشر شو معرفة بالحنية والحب
الدماء تشهد للسماء اتنفس هواء من صحن الحسين من صحن ال... آه الله رازقني بمعرفه الله رازقني بمعرفه ودوم شكر الله عليها الله رزقني بمعرفه ودوم اشكر الله عليها نعمة وجتني من السماء وشلون افرط بيها فعلا نعمة فعلا الله رزقني بمعرفة ودوم اشكر الله عليها نعمة وجتني من السماء وشلون افرط بيها محبة ابو اليم الصديق والباقي ما سميها الله الله كلمة احبك بس له والغيرة ما حاجيها كلمة أحبك بس لا والغيرة ما يلا حبيت ابنقا حبيت ابنقا تشهد للسماء أتنفس هواء من صحن الحسين من صحن الحسين أتنفس هواء طبعا أنا أوعد كل المتابعين المشاهدين إن شاء الله هذه الليلة زيارة بالنيابة عنهم جميعا الله يبارك فيك أحسنت ركعتين للجميع إن شاء الله أحسنت الله يبارك فيك الله يحفظهم إن شاء الله وين هديتك؟ حبيبي أستاذ مصطفى أنا هديتي إحنا كل إحنا هسا نعرف هاي الناس جاي تجمع الشايلة الإمام الحسين خلال الزيارة الشعبانية فأكو ناس لظروفه يعني كل سنة تجي بس السنة ما قدروا يجون طبعا ظرف صار عندهم فعن لسانهم أها الإنسان هذا الناس يعني أكو شخص قصة حقيقية طبعا على لسانه أقول معقول السنة ما راح حجم الشاي معقول السنة ما راح حجم الشاي وجدامه بطريق حسين ما تسحق باكر لو لقوا بسنين ناقص عام شقل لحسين جيت وجدني ما لحق الله إيه معقول السنة ما راح حجم الشاي وجدامه بطريق حسين ما تسحق باكر لو لقوا بسنين ناقص عام شقل لحسين جيت وجد مما لحق باكر من خجلها عيوني تبكي عيون الله ووجهي باكر من خجلها عيوني تبكي عيون ووجهي بحضرتك وقصت بحضرتك وجهه وقفه تعرق اي معقول السنه ما راح حجم الشاي وجدام بطريق حسين ما تسحق باشر لو لقوا بسنين ناقص عام شقل لحسين جيت وجد مما لحق باشر من خجلها عيوني تبكي عيون وقصت بحضرتك وجهه قفة تعرق أنا الكل حين شارب عافية من حسين حسين أول رسالة تعيش من تعتك الله الله أنا الكل حيلي شارب عافية من حسين حسين أول رسالة تعيش من تعتق راسك عرم حسين صلى وصام وكروس برقبها وما تعرف الحق الله 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 طبعا أزور بالنيابة عنهم وأهدي لهم ثواب هذه القصيدة إن شاء الله إن شاء الله الله يبارك فيك الله يبارك فيك طبعا إحنا دائما لما نقعد خدام الإمام الحسين عليه السلام بكل الأصناف دائما ما نشوف أنه أحدهم يتغنى بإمام معين يقول أنا هذا الإمام قريب عليه كلش هذه الظاهرة شنو ومن اللي قريب عليكم خلي أبدأ من الملة والله شوف هذه فعلية إيه نعم أكيد أها. شوف هي طبعا أنا عشت يم السيدة زين وبدايتي كرادود يم السيدة زين بتربية الخدمة الحسينية يم السيدة زين تحت أساتذة كبار من الموجودين الآن بكربلاء نعم تعلقي كان بالسيدة زينب عجيب يعني وإلى الآن وأعتبر لما يقولوا لي أنت متعلق بأي شخص ما أذكر السيدة زينب لأن هذا شيء أساسي عندي ف يعني أنا عندي تعلق بإمام زماننا صاحب العصر والزمان أقول حتى يعني أنا عندي موكب باسم صاحب الزمان عزاء صاحب الزمان بلي بلي في السيدة زينب رجل الله تعالى فرجه وابني سميته منتظر على اسم صاحب الزمان الله الله يحفظه ان شاء الله الجمعه دعاء الندبه يعني ما ينقطع حتى لو كان ايام شهر رمضان يوقفون الدعاء في الحرم بلي لانه اوقات تصير هو تقريبا الساعه 9 فالاوقات نعم نعم تفاوت فانا اقراب البيت او اسوي لهم بث مباشر يتابعون نفس اللي يحضرون حتى تكون بالاستمراريه بالاستمراريه بلي فدائما انا اقول اكو انسان موجود بهذا الكون ينتظر من عندك لازم تحسب له وقت
لازم تحدد له يوم. الله. لازم تحدد له ولو دقائق من يومك. كل يوم أذكر الإمام صاحب الزمان. ولو بشيء بسيط، دعاء الفرج. هاي رسالة صارت من عندكم. دعاء الفرج. لأن هو قائد، هو أب، هو الحنان، هو كل شيء بالكون الآن. قائم بيد القائم صاحب الزمان عجل الله تعالى الفرج. فإحنا لازم نقوي علاقتنا وارتباطنا بإمام زمان. الله يبارك بيك. لازم، لأن هي تشوف هذه الزلازل وتشوف هذه الأوضاع وتشوف هذه كلها ما اندلت، هي دلت على أيام سوء وسوء الأعمال أيضا هذه. نعم، ونسأل الله يكون الظهور قريب إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. وهذه نربطها بقصيدتك الأولى، لما أن تكون إن شاء الله خلف الإمام صاحب العصر الزمان ومن أنصاره أكيد القريب من القلب. حبيبي أستاذ مصطفى، الإمام من اللي راح توصفه، من اللي راح تذكره، وشون راح تعطيني كلمات عن الحب والعشق اللي يتحمل الإمامك المقرب؟ أهل البيت هم كلهم على خطوة واحدة مقربين. أي. إن شاء الله. بس راح تقول لي بس إيه هي هاي البس. اليوم أكو تعلق يعني الإمام العباس عليه السلام. السلام. الإمام أبو الفضل عليه السلام، أنا عندي يعني ارتباط وثيق جدا بالإمام العباس. يعني كلش كلش، مو اكثر ما كلمه ما تقدر توصفها. ف يعني انا الامام العباس عندي قصيده للامام العباس، كل ما اقراها تقضي حاجتي. تقضي حاجتي يعني امام الله سبحانه وتعالى عن طريق الامام العباس. فهيش عندي يعني تعلق بهذا الامام، ومن خلاله بعد السيده زينب. فأكثر كتابات تلقاها أستاذ مصطفى يعني على الإمام العباس والسيدة زينب. على السيدة زينب والإمام العباس. يعني هذا من شو وقت انولد هذا العشق؟ يعني هذا العشق انولد بعد قصيدة اللي قلت لك، هاي القصيدة اللي دائما أقرأها. يعني هي قصيدة منبرية. أنا أريد تكمل لجوابك حتى تقرار هي القصيدة نفسها. فالقصيدة يعني قلت لك من ولدت القصيدة يمكن صار 5 سنوات أو 6 سنوات. فهذا الشيء انولد وجاي على لمسه، يعني شيء ملموس، واقع حال يعني. نعم. هيش فانا اتصالي الوثيق هو بالامام العباس عليه السلام. زين، خلينا نسمع القصيده. شو تقول؟ من شوقنا لها مو بدايتها يعني مقطوعه لقضاء الحوائج ان شاء الله. فعلا دائما اقول اقف بين الحرمين، اقول زينب من خيمها وقصدت الميدان، يتعثر جدمها بمصرع الوليان. صاحت وين اخوتي والقلب حزنان، نيران الخيم قامت تشويني. يا عباس صاحت والقلب بنار، نايم وبعضيدك ما دريت الصار. من دم الطفوف يسيل بيها بحار، وياهم ننتخي عقبك يحاميني. هاي لقيت لي قومي من المدينه وياي، وبيدك ركبت نول الخدر حماي. عسل لا طاب بعدك يا كفيل الماي، هيبة عزتي عدمن وخليني. دائما هاي الكلمات الله البسيطة الله. فهي عتب من السيدة زينب للإمام العباس، عتب أخوي، عتب شفاف. أنت تجيب هذا العتب لقضاء الحاجة. فعلا هاي دائما أنا مجربة هذا الشيء، وهذا شيء ملموس. هنيئا لك. بارك الصلاة على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يلا مولا تشوقنا صوتك خما تعبان. لا أنا بالخدمة إن شاء الله. حياك الله. بإذن الله. إحنا شقد عندنا وقت بعد؟ يلا عدنا وقت. لأن عندي قصيدة وهوسات. يلا فنقرأ القصيدة إن شاء يلا الله. نقرأ القصيدة إلى خادم الحسين، عزيزنا غالي الشاعر حاتم صبر الكاظمي. الله يوفقه. الله يوفقه إن شاء الله. قول جددنا العهد يا مهدي مدد، جددنا العهد يا مهدي مدد، يا مهدي مدد جددنا العهد. نثرناها بمشاعرنا أمانينا، عشق يزرع عشق يا سيدي بينا. هلا بنورك يا ابو صالح يا والينا، هلا بنورك يا ابو صالح يا والينا. القلب باسمك نبض فلا همنا البغى، اللي يحبك عند حاض يا مهدينا، يا مهدينا. اي من جد وجد يا مهدي مدد. الله الله. جددنا العهد يا مهدي مدد، جددنا العهد يا مهدي. الموالي بليلتك ما تغمض عيونه، القيل موالي بليلتك ما تغمض عيونه.
قداسة فرحته ضحكاته مفتونة القلب مجنون بك وروحه مجنونة القلب مجنون بك روحه مجنونة صلب لا ما يرك اللي يحبك ما يشك وملك تبقى ملك يسمونه الله الله يسمونه عاشق للأبد يا مهدي مدد أنا ويل كذا أي عاشق للأبد موفقين يا مهدي مدد جددنا العهد يا مهدي جددنا العهد يا مهدي الله الشمس خاتم بصبعك تضوي الغالي نجوم بتاج راسك سيد تلالي نجوم بتاج راسك سيد تلالي متى بعيني اشوفك سيد قبالي متى بعيني اشوفك سيد الله اشد روحي اشد اسويها ورد الله اشد روحي اشد اسويها ورد وإلك أبقى عبيد إلى التالي إلى التالي كاتب بالسند يا مهدي مدد كاتب بالسند يا مهدي إلك طير العشق محلة غاريده شكو بالدنيا أعلن بالفرح عيده إلك طير العشق محلة غاريده شكو بالدنيا أعلن بالفرح عيده هلا بمية هلا الشيعي أناشيده هلا ومية هلا الشيعي أنا الله عشق بنفاسي هب إلك شاعر ندب الله عشق بنفاسي هب إلك شاعر ندب قروا لما انكتب رواديده الله الله رواديده وما نخلف وعد يا مهدي مدد ما نخلف وعد يا مهدي الأخير ملك جن وإنس كل شي هنونك ملك جن وإنس كل شي هنونك نداءات الولاية الكل يبعثوا لك نداءات الولاية الكل يبعثوا الله صلاة الحب يا أبو صالح يصلوا لك الله الله صلاة الحب يا أبو صالح يصل الله الله الله, الله ينادوك العجل ينادوك بخجل اي على شفاف الأمل العجل ثم العجل ينادونك للغيب اشبعت يا مهدي مدد الله الله جددنا العهد يا مهدي مدد الله هسه الهوسات الهوسات يلا الهوسات ان شاء الله هاي طريقه هوسات كاتبها جدا جميله هو نفس الشاعر الله يحفظه حاتم صبري كاظم احسنت احسنت قول قالوا تحب من يلا جاوب شو صاف هذا البيه ذايب قلت لهم اغلى من الحبايب بقليبي بس عن عيني غايب الله شايل اسم مهدي بملتزم مهدي الله احلى حلم مهدي هو المهم مهدي هو المهم مهدي إيه غالي وعطر بأنفاسي حب أتملك إحساسي أحني من يوم الراسي مجهول بالحب مقياسي إيه أخوتي ها أخوتي ها ها الله محبوب المهدي ومعروف محبوب المهدي ومعروف محبوب المهدي معروف محبوب المهدي يقول أنساها روحي وتصفن العين عنده أنساها روحي وتصفن العين عنده عنده جسمي بمكاني وروحي تاوين عنده جسمي بمكاني وروحي تاوين عنده شايل من العباس شفين الله عنده وبخده شام بخد الحسين الله 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 اغلى عشق مهدي ينعد صدق مهدي ما نفترق مهدي نبضو يدق مهدي نبضو يدق الله عاشق انا وعشاق يمته ويان تلاقى عاشق انا وعشاق يمته ويان تلاقى غالي يذبحنا فراقه ساحر قلبي باشواقه اخوتي ها ها مجنون بحبه يسموني مجنون بحبه مجنون بحبه يسموني موفقين هنيئا لك هذا الجنون الله الجنون نسميه اكيد مجنون أيه.
هنيئا لك. هاي نعمة. اي والله نعمة. واحد يكون مشهور بإمام زمانه هاي نعمة. الحمد لله. الحمد لله. هو عشق في لأم الأطهار لأولادي فاطمة. أحسنت أحسنت الله يبارك بك. إن شاء الله. ها شعرنا. فما تعبان. لا إن شاء الله ما تعب. سوى النواس الملة. أكيد سوى النواس و. أنا خادم. وحفزني هم أقرأ وسات ثاني. يلا يلا. هاي شوف أحس الرادود اشتغل. راح نضرب هذه القاعدة. أكو طريقة كتب بها الشاعر أهل البيت الكبير الخالد الراحل كاظم منظور الكربلائي. رحمة الله. الرحمة لروحه ولخدام الحسين. رحمة الله عليه. عدد نفس الطريقة كتبت عليها هي حوارية بين السيدة زينب وأبي الفضل العباس عليهم السلام. فعلى لسانها تقول له أقول ندبت لأخوها يا قمر يا مسنع أبراي جيتك رايد أبراي أرجع الله. شو خيل شوفا والبواتر تلمع باكر يا راسي يقطعونه. فيجاوبها الإمام العباس يقولها قلها اطمئن ومن يصل لخيامي والسيف يرضع مرجله بصمصامي سيف برقبهم ما تروى وضامه ويا رقبة تترس لعيونه. الله الله. ردت تقول له حلفك بأمك المشكورة أطفالي ذبلة وأنا ما معدورة سهم العطش بخيامي ماخذ دوره وباسمك عبد الله يسكتونه. الله الله. يرد عليها رفن سوى العباس راية وشارب رفن سوى العباس راية وشارب يوم السمع سكنة ويجودة عاتب شال النهر وتذكر ما شارب ضامه وكبده تغير لونه. الله. تقول له حلفك بأمك المشكورة أطفالي ذبلة وأنا ما معذورة سهم العطش بخيام ماخذ دوره وباسمك عبد الله يسكتونه. الدور تجاوبه تقول له العدها مثلك يا شهم تتباهى ذبي منته ومن قلبه ما ذباها. الله. جاباها كفة. العدها مثلك. تقول له العدها مثلك يا شهم تتباهى ذبي منته ومن قلبه ما ذباها. جاباها كفة وراسه رد وياها. حارس والقوم يهابونه. الله. حارس والقوم يهابونه. احسنت. سلام عليكم. احسنت. هنيئا هنيئا. ذكرت الإمام صاحب العصر والزمان والإمام أبو الفضل العباس عليهم السلام، وإحنا اليوم إن شاء الله مقبلين على ذكرى ولادة منقذ البشرية الإمام صاحب العصر والزمان. قبل لا نختم أريد كلمة منك إلى صاحب الزمان، شنو تقول له وأنت قريب علي حاليا؟ أنا أبيات أقول له يلا. لسان حالي ولسان حال كل الناس كل الموالين شيعتك مولاي يا سيدي يا صاحب الزمان. لدنيا نبس عنا ما بيها أي أمان نسألك الدعاء يا صاحب الزمان بعصمتك تتجلى والعز رداءك كل شي ما نتمنى نتمنى لقائك الله لا يحرمنا من هبة بقائك سيدي يا ابن الحسن نرجو دعائك نتأمل اللقاء وين انت يا مكان نسألك الدعاء يا صاحب الزمان وينك انت سيدي بهاي المسيح وين بالنجف موجود لو بالكاظمية تسكن بسامرة لو بالغاضرية لو بمرقد زينب ومرقد رقية وتنادي كربلاء ثارك يا مهدي حان نسألك الدعاء يا صاحب الزمان حياتنا اللي كاتب هذه الابيات موفق ابو كميل خادم ابو العباس كرار حسين كرار زين الكلمات ما اخترتها امله الله يبارك فيك ان شاء الله. شاعرنا شو تقول للامام صاحب العصر والزمان؟ حبيبي استاذ مصطفى اني ابتدئ بما انتهى منا الملة فهي كلمات واقول ندبة من خلال اقول يوشي البير صبر ايش ما يمر مغروب. ف
ثقيل موادعك مولاي وشل بير صبرش ما يمر نغروب ثقيل موادعك والقلب ما كمتون قمت وقت الغروب استغرب انا منين وترش وجه الشماته بكل مكان عيون الندى لوم الشمس ما يدري امتى يموت وانا بلا شمس ليليه شي عظمون الله وبسلامتكم الله يسلمك الله يسلمك شكرا لك حبيبي الغالي شاعرنا حسان الزيادي شرفتنا اليوم ونورتنا وما قصرت اسال الله لك بالامام صاحب العصر والزمان القبول ان شاء الله والاستمراريه اكيد حبيبي استاذ مصطفى الشكر موصول لكم وشكرا للحركه الدؤوبه للاخوه المصورين اليوم تعبناهم واجرهم على الامام ان شاء الله وشكرا لكرم الدعوه وشكرا للمشاهدين الكرام وشكرا لجميع الاخوه القائمين على هذا الله يحفظك اهلا وسهلا بك حبيبي مول العمار نورتنا وشرفتنا ان شاء الله اخو ما تعبناك احنا ضيف مريض متعبه بالعكس الله يسلمك استمتعت وياكم بوجودكم بجوار المولى ابو عبد الله الحسين بهذه الجلسه الجميله بالذكر امام زماننا صاحب العصر الزمان شكر لكم قناه المهدي الاخوه الكوادر العاملين جميعا احسنت استاذ مصطفى الله يحفظك الله يحفظك المخرج العزيز سيد مصطفى البيوشي الله يسلمك تحياتنا للجميع الله يحفظهم جميعا اخوه المتابعين الله يسلمك شكرا لك شرفتونا اهلا وسهلا بك وايضا اقدم الشكر لكم مشاهدينا الكرام والشكر ايضا موصول الى كادر البرنامج نلتقيكم ان شاء الله وحلقات اخرى في امان الله شعبان هل علينا هل علينا